نرمين ان شاء الله ما في اصابات سيدي. لا الحمد لله ما تصاب حدا والفضل كله لألكون. اهلا وسهلا سيدي. اهلين فيك. ما فهمت شو جابهم لعنا هلا؟ كان معهم اربيجيه وراح يضربوا الضيعه. اكيد كانوا جايين ليخلصوا زيدان. يلا امشوا تحركوا. لك والله هذا عبدو. لا. ايه لازم تدفى منيح. ايه انا ساويتك. لك والله هو بسيطه يا ست نجله، بدك تاخذيه مني انا وورجيك. يسلم ايديكي، انا بغير من رقبتي عزبتك معي. يسلم. لا عذاب ولا شيء، انت صرت شرطي وعم تحمي هالضيعه وتطلع بالبرد كرمالنا. ايه ولازم ندير بالنا عليك مو هيك؟ البسها مشان ما تبرد مره ثانيه. يسلم ايديكي. يلا. شكرا لك. شايف شو طالعه حلوه عليك؟ ولا عبدو. ولا عبدو والله لقيت لك بإيدي. دكتور خير شو صاير؟ مروان اجى لياخذ زيدان. عم تبهدل وراح. منيح معكم حق، هدول الناس لازم يتبهدلوا. خرجون كل يوم بيطلعوا لنا بمصيبة. دكتور طارق تعوا بسرعة. شو في ديالا؟ زيدان هرب. شو هرب؟ شو هالمصيبة هاي؟ ما رح يقدر يبعد كتير وهو هيك. بسرعة خلونا نلحقه. يلا امسكوه. يلا يا شباب بسرعة. لك كيف قدر يهرب؟ ما كان في حراس؟ كان في حراس حواليه مختار، كيف قدر يهرب وهو هيك؟ ما بعرف، الظاهر ضرب الحارس وهرب. سرقوا ودوروا عليه بكل مكان. ما في حدا. رشا أنا هون. تعي. هاد السلاح كتير منيح للقتل، ما في داعي تفوتي للضيعة، فيك تقصي فيه من مكان بعيد. مش شو عم تفكري؟ لهلأ مانك مصدق الموضوع؟ مانك مقتنعة إنه الدكتور خاين؟ بعرف الدكتور طارق منيح وحاسة إنه في شي مو طبيعي، بس هيك الأوامر. رح أثبت لك إنه الدكتور واحد خاين عن جد.
طمني يا احمد، كيف صرت؟ الحمد لله منيح منيح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك دكتور. الحمد لله على سلامتك احمد. الله يسلمك حنان. اهلا حنان، كيفك؟ ولا عبده؟ شو هاللحشة الحلوة؟ ها؟ ولا قلت لك كثير؟ بتعرفي الشب الحلو شو ما لبس بيطلع عليه حلو. ايه معك حق، كثير حلو عليك. منين جايبها؟ مين عطاك هي اللحشة ولا؟ ها؟ ها؟ صار لزمان عندي، ايه صار لزمان، بس هلا لحتى لبستها. هذاك اليوم شفتها بالثياب قمت طلعتها ولبستها. يلا خد احمد على البيت مشان يرتاح شوي. حاضر دكتور. امشي يا احمد. ولك 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 انا ما قلت لك بطلي بالبيت. بابا وقف اختي، انا شرطيه والدكتور هو اللي بعت وراي. ولك ما قلت لك انسي هالقصه، ما بصير تطلعي برات البيت. شو رح تمنع بنتك تساعدنا يعني؟ لا ما عندي مانع، بس هي صايره كسانه. لك ما عم تشتغل ولا شغله بالبيت، امشي يلا. ولك يلا تضربي بهالمنظر. لك اجيت اشوفك انا، في اثنين عم يسالوا عنك. عرفت مين هنن؟ صدقني ما بعرف، شكلهم اجانب وقال سامعين عنك كتير وبدهم يشوفوك. شكلهم مو حيلا ناس دكتور. طيب استنى من روح سمح. ماشي انا فرجك يا كلبي. الله يريحني منك بقى. قربنا نوصل على البيت. ولا وقف، قلت لي انه اللحشة كانت عندك من زمان مو هيك؟ يا الله عن جد حلوة كتير. شو سويت على ايدك؟ خلصنا بقى حنان، شو هالحكي؟ شو انا بنت؟ كيف بدي ساويها يعني؟ شو مين اللي سواها لك؟ البس اللحشه اللي عطيتك اياها، عن جد لا بقت لك. انا كنت عارفانه انه هذا اللون رح يلبق لوشه كتير، شايفه؟ لك العمى بعيونك، شو اللي بالحياه؟ اترك لي شو بدك تحكي، شو بدك تحكي؟ بعطي هيدا الثاني، خلص ما يصير هيك، خلص حنان ما بدي اخي. انا بورجيك، 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 انا ليكن دكتور، هدول هن ضيوفك. بس هي أول مرة بشوفهم. أهلين أهلين بالشباب، هلا الدكتور طارق. أهلا وسهلا فيكن بضيعتنا. أهلين فيك دكتور، بيشرفنا أنه نتعرف عليك. تفضلوا فوتوا لجوا، خلونا نحكي أول. إذا في مجال نحكي مع الدكتور لحالنا، خلينا نتمشى شوي. خير يا جماعة، شو بدكن؟ بعدين فيني أعرف مين أنتو؟ نحن سمعنا يا دكتور بنشاطك الناجح ضد الإرهاب، ونحن معجبين فيك وحابين نقدم لك مساعدة. ليه؟ بتصور هيك بكفي. ورح نضل نبعت لك مساعدة، المهم تضل انت ورفقاتك على موقفكم دكتور. ما فيني اخذ المصاري. واي بس مساعدة إلكم لتشتروا سلاح ومعدات. نحن فايتين هاي الحرب كرمال بلدنا، ورح نعتمد على إمكانياتنا وجهودنا، وما بدنا مساعدة من حدا. ما فينا نصير مثلهم، هنن بياخدوا مصاري بس اللي عم يدفعوا لهم عم يتحكموا فيهم. مش وشتم، طالما هيك شارف امشي. اوكي ليتس جو. ايمن شو صار؟ دورنا على زيدان
بس ما لقينا. ما عم صدق كيف خلينا يهرب بهالبساطة. مين هدول الناس طارق؟ عم يقولوا انه هن سمعوا عن وضعنا وحابين انه يساعدونا وجايبين مصاري. ايه لك الشنطة مليانة مصاري. ايه ما قبلت اخدهم. ولك دكتور انت ليش ما اخدتهم؟ اذا قبلنا ناخدهم مرة رح تبلش شروطهم وطلباتهم ونحن مو بحاجة لمن نية حدا. ولك يا دكتور عن جد انت غريب يا اخي. خد المصاري ولا ترد علي. طارق معه حق مختار. ايه اكيد هن له غاية من ورا هالشي لانه عم يعملوا نفس الشي مع الارهابيين كمان. معك حق ايمن. نحن مو بعازة حدا غريب ورح نحل مشاكلنا من دون ما يتدخل حدا. ايه مثل ما بتكون. شفتي بعيونك؟ طارق جاسوس للأجانب عم يشتغل مع هاي الجماعة وعم يستغل الناس وشغلهم لصالحه. بده يسوي تنظيم لحاله مشان يحارب فيه الحكومة. هاد خاين وعم يضحك على الناس كلها. هذا جاسوس كتير خطير بيتقرب من الناس وبعدين بيشغلهم معه. أنا رايح على المقر رح أستنى أخبار منك. ديري بالك منيح. حاضر سيدي. نرمين بنتي قومي ساعديني بالشغل شوي لسه ما سوينا الغدا. دي على رفيقتك وبتحبك كتير. نرمين لازم نجهز شيء قبل ما يوصلوا الناس. مستحيل دوس هداك البيت امي. انتي كمان لا تروحي. لك شو عم تحكي بنتي؟ بدنا نروح مشان ديالا. انا ماني رايحة. خلص بنتي ما فيني اخدك غصب عنك. خالي؟ أيمن؟ طمني شو صار معكم؟ إن شاء الله مسكتوه لزيدان. لا والله هرب. طمنيني كيف نرمين؟ مثل مو شايف منيح. خالي؟ رح تجول عنا اليوم المساء؟ معلش ابني ما بدي اياك تزعل مني بس عم فكر ما نجي بلا ما نعجقكم هيك احسن. شو هالحكي؟ انتو كمان من العيلة. اصلا مين قلنا غيركم انتو؟ بعدين رح يجي طارق. خلص ابني رح نجي كلياتنا. بدي جيب ديالة من المستوصف ما منتأخر. ماشي خالي انا رايح على البيت بدي ساعد زلال شوي. الله معك. ديالا؟ ديالا؟ إجا أيمن وقال لي إنهم ما قدروا يمسكوا زيدان. بعرف هالشي. دكتور طارق حيق لك. كأنه وقع من زيدان. فيها شي مهم؟ في عائلة زيدان. زيدان مانو كردي. وقف! مين انت؟
ولك ليش واقف هنيك؟ تعال ساعدني زيدان. هاد القائد زيدان يا شباب، رجع القائد زيدان، تعالوا رجع القائد زيدان، رجع القائد زيدان، يعيش 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 رجع القائد، رجع زيدان، يعيش زيدان، يعيش زيدان، بعدو علي، زيدان، لك بعدو، يعيش زيدان، يعيش زيدان، يعيش زيدان، شو صاير لك زيدان؟ مسكو مسكو، هاتوا لعندي، فوتوا له جوا بسرعة. إذا ما عاد بدك ياني بدي روح على البيت مشان لحق جهز حالي. بدك تتجهز مشان الخطبة؟ إيه مشان الخطبة. خلص فيك تروحي. شكرا كتير. ديالا، إذا لزمك شي خبريني، يعني مشان اليوم المساء. لا يسلموا كتير طارق. كنت جاية مشان أخدك أمي. ها؟ فيني أحكي معك شوي؟ خير يا ابني. أمي لو تحكي مع ديالا. وبشو بدي أحكي معها؟ شوفي أمي، ديالا ما بتحبه لفرات، وإذا تجوزوا الاثنين وهي ما بتحبه فرح تنتزع حياتها وحياة فرات كمان. إذا بدك ماني فهمان ليش هي هيك عم تعمل، لازم حدا يحكي معها، وإنتي أقرب وحدة لإلها، بجوز تقتنع منك. بترجاكي تحكي معها، وإذا ما بدها منلغي كل شيء. ابني لا تكون. لا بس بعرف إنه هي بتحبني، بس أنا ما عم أفكر بهيك شيء، يعني حالياً ما فيني أفكر. بس ما بيرضيني إنه تعمل هيك شيء بحالها. خلص ابني رح حاكيها. ديالا. ايه ما تواخذيني يا بنتي. لا خلي ما تحكي هيك. اسمعي حبيبتي، انتي بتعرفي قديش بحبك، ويشهد الله انك بمعزة نيرمين، لهيك لا تفهميني غلط. القصة ما أنا لعبة بنتي. اذا حاسة حالك ما رح تكوني مبسوطة بلا هالجوازة يا بنتي. فرات بحبك كتير، بس أنا بعرف منيح أنت بمين عم تفكري يا ديالا. يلي بقصده إنه طارق هلأ صار بيقدر يتجوز. لا خالتي، أنا خلص قررت بدي أتجوز فرات، وبترجاكي ما تفتحي هالسيرة مرة تانية.
وعدت فرات ورح أوفي بوعدي. فرات رح يصير جوزي ورح حبه مثل ما بدك بنتي. اعملي اللي بيريحك. مثل ما فهمت انه هن متجوزين، بس نيرمين ما عاد بدها اياه، مو هيك؟ ايه هيك. وبدهم يتركوا بعض، يعني نيرمين رح تتطلق، ما هيك؟ ايه هيك الظاهر. ستي بجوز هيك احسن الهم. هلا قلي انت، ليش عم تسال كل هالاسئله؟ هيك بدي اعرف شو صار واطمن على الكل. قلت لي بدك تطمن على الكل ولا بدك تطمن على نيرمين؟ فكرك ما فهمت عليك؟ طيب إذا عطيتك مكتوب بتوصلي لنيرمين؟ ايه بوصله، ليش لا؟ هاتو. بس أعيد رأيمان. خلص رح اخده، انت ما تاكل هم. يلا انا رايحه لعندها. ماشي. أيمن شبك؟ ما في شي. أنا بلمن. طيب أيمن لوين رايح؟ بدي أتمشى شوي. بعرف رايح لعند نيرمين. نيرمين 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 نيرمين. حنان خير؟ والله ما بعرف إذا خير ولا لا، بس جايبت لك مكتوب. من مين هالمكتوب؟ هالمكتوب من سليم أخوه لراجي، عرفتي؟ طيب وليش بعت لي مكتوب؟ أنا ما بعرف أقرأ. أنت شو بده هاد؟ الظاهر إنه سليم بحبك. مو على أساس ما قريتي هذا المكتوب؟ قريته شوي. إيه؟ وشو كاتب كمان؟ كاتب لك إنه هو بحبك من زمان ولساته بحبك وبده يتجوزك. شو هاد؟ لك هذا يعني مجنون؟ ما بيعرف إني متجوزة؟ هو بيعرف هالشي وبدك تتركي جوزك كمان، مو أنت هيك بدك؟ حنان ليش زعلتي؟ شو رح تضلي هيك طول عمرك يعني؟ أصلاً الرجال كلهم نفس الطينة، من عبده وجري لأيمن. لك انت هون عم تتعذبي، هو قاعد ببيته وماله هامه. ما بدي حنان، ما بدي. لفيها لهالسيره واقعد ليش سيرة ما قدام العالم. لا تحكي ولا كلمه. تمام. اذا عرف ايمن رح نتبهدل. يلا حنان. طيب يلا طيب. روحي. لا تخافي والله ما رح اخبر حدا. خلص حنان يلا روحي. شو هالحظ، دغري اجوا خطابين ومكاتيب غرام كمان. ايه هيك الحظ، وانا مبتليه بهالاجدب عبده. مكاتيب شو؟ عن شو عم تحكي؟ نيرمين؟ مين اللي بعت لك هالمكتوب؟ انت شو دخلك؟ المكتوب إلي أنا، انت ما دخلك فيه. نيرمين؟ نيرمين افتحي الباب. نيرمين احكي مين بعت لك هالمكتوب؟ وصلتي المكتوب؟ ايه. ايه وشو قالت؟ تعرف دللت شوي وقالت ما بدها اياك، بس بظن انها موافقه. ايه اصلا هي ناويه تتطلق من ايمن. شو قليله اللي عملوا فيها عن جد. ان شاء الله يطلع حكيك صح. يسلموا كتير حنان. شبك عبدو رحبتني.
ايه معلش ارتعبي. خير شو القصة؟ انا اللي لازم اسألك شو القصة. شو كنتي عم تحكي انت وياه؟ ها ولا شي. بعدين هذا سليم اخوه لراجي. اسكتي اسكتي، انا بعرف منيح مين بيكون هاد، بس ما بعرف عن شو حكيته. كان عم يسألني عن اخبار الضيعة وشو صار فيها بغيابه. من الصبح وانتي واقفة عم تحكي له اخبار الضيعة، ما هيك؟ شو يعني ما خلصوا ولا كنتي عم تحكي له سيرة بني هلال؟ شو قصدك من هالحكي ولا؟ ولا بدك تغطي على حالك انت والست نجلة مو هيك؟ ليش قبلت تاخذ اللحشة منا لكان؟ قلي ماشي يا حنان، إذا ما بروح هلا وبطالع اللحشة وبلبسها ما بيكون اسمي عبدو، أنا برجيكي. ولا عبدو؟ رجع، تعال هون ولا؟ أنت الولي. ديالا وبينك ديالا 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 وبينك ديالا زيدان صحصح زيدان واني انا انت هون بالمعسكر وأخيراً فاق القائد زيدان. قلت لنا أنك رايح على المقر العام وفجأة اختفيت. وين كنت عم تتمهيص؟ قوموا لك لما بحكي بتوقف على حيلك. أنا ما قبلت شي غلط لحتى أعترف فيه. أنت اللي لازم تعترف. لو ما فاتت الممرضة ديالة على الغرفة رجالك كانوا رح يقتلوني. إلزام حدودك ولك. مين أنت لحتى تتهمني؟ أنا القائد زيدان، بس أنت مين؟ ولك اعترف كيف مسكوك أهل الضيعة؟ ها؟ لا تكون متفق معهم ما هيك؟ عم تتهمني بالخيانة؟ زيدان لك أنت شو عم تحكي لك واطي؟ ما في حدا غيرك ما بصير هيك، خلص سيدي اهدى هدوا حالكم، خلص بقى هلأ بسمعوكم الشباب برا ما بصير هيك زيدان زيدان يلا يلا أوس يلا ولك إذا رجال أوس يلا أوس أوضاعنا كتير سيئة وكل فترة عم تطلع مصيبة جديدة وانتو هون عم تعلقوا ببعضكم مثل ولاد الزهار. الشغلة مانا لعبة يا جماعة، لازم نكون قد الحمل. سيدي تركوا الخلافات الشخصية، مو وقتها، لازمنا حلول جديدة. طالما شرطة الريف موجودين التنظيم رح يضل بخطر، مشان هيك لازم نتصرف ونلاقي حل لهالمشكلة. سيدي تعبنا وبقترح نعرض الموضوع باجتماع القيادة. القيادة أخذت قرارات جديدة، بدنا نلاقي طريقة تربط الناس فينا أكتر وخصوصي الأغوات ورجال الدين، لهيك لازم نخطف أولادهم ونجيبهم لعنا. رح نخلي هدول الشباب يشتغلوا مع التنظيم. بهالطريقة رح تصف معنا العشائر المتدينة كمان. بلشوا بالخطوة الأولى، بتروحوا اليوم على ضيعة كمال آغا وبتخطفوا ابن الآغا. كمال آغا معروف إنه متدين، بدنا نخطف له ابنه ونجيبه ونخلي الآغا كمال ينسى كل شيء ويفكر بابنه، وهيك رح ينفذ كل طلبات التنظيم.
طمني. الولد أخذ برد، مشان هيك هو مرضان، رح أوصف له أدوية ومقويات. يسلموا إذنك دكتور. لك مو أنت أبو للولد؟ قرب لشوف ليش واقف. تأمر يا أبي، قربي. نعم. دكتور طارق؟ تعا حبيبي. هذا جواد ابني الكبير، هو خجول شوي. أهلا وسهلا جواد. أهلين فيك يا دكتور. صحيح هو خجول شوي، بس شاب أبضاي وراح يكون من الشرطة. أصلاً الشباب اللي مثل جواد هنن اللي راح يخلصونا من الإرهاب. معك حق يا ابني، معك حق. بإذن الله راح نقدر عليهم كلهم دكتور. إن شاء الله. بسيطة يا عبده، فكر رح مرق له قصة الست نجلة. العمى بعيونه شو كذاب، قال اللحشة عنده من زمان. لك هالرجال كلهم كذابين وما في منهم خير بنوب. حنان، شو بدك؟ مين اللي بعت المكتوب لنيرمين؟ شو بيعرفني؟ روح اسألها. حنان اسمعيني منيح، احكي ولا تخليني اعصب اكتر من هيك. خوفتني والله. اذا كنت ناوي تخليني اعترف لك انه هالمكتوب من اخوه لراجي، ما رح اعترف لك. سليم، انا ما قلت لك اسمه، شو عرفك انه هو؟ العمى انا شو جدبه، البنت نبهتني انه ما احكي له شيء. ولا ولا لا واطي لك انت، كيف تتجرأ تبعت مكتوب لمرتي؟ كيف كيف يا قليل الشرف؟ كيف شو جنيت انت؟ انا ما عملت شيء لك وعم تكذب كمان. شوفوا لا نرمين لساتها مرتي، واذا شفتك عم تقرب عليها ابقت لك بايدي التنتين هدول، عم تفهم؟ لا تخافي نيرمي، رح خلصك من هالواطي، لا تخافي. نيرمين يلا بنتي قومي تجهزي. امي قلت لك انا ماني رايحه. لك والله رح تزعل منك ديالا. انت ليش كل هالقد عنيده؟ امي انا جاهز. خزيت العين يا ابني، طالع كتير حلو. نيرمين يلا بنتي قومي. خلص امي. مرحبا خالي، كيفكن؟ انا جايه لاخذ نيرمين. لا تزعلي مني بس انا ماني رايحه. ما بيصير بهيك يوم معقوله تتركيني نيرمين؟ اصلا انا مالي حدا غيركن. يا حبيبتي بعدين انا بعتبرك مثل اختي. وظلال نيرمين انت لساتك مرته لايمن، ظلال وحده غريبه ورح يجي يوم وتروح. يلا جهزي حالك، معقول تتركيني بهيك يوم؟ يلا جهزي حالك. ماشي امي رح روح. خلي لي اياكي. قربوا يوصلوا يا ابني. يلا ما بدنا نتاخر عليهم، خلينا نروح وبتلحقنا نرمين. يلا بنتي جهزي حالك. يلا امشوا. أمي ما غيرت رأيها؟ لا والله يا ابني، أنا قلت لك كل شيء بصراحة. خلاص إذا هي هيك مقتنعة تركها تعمل اللي بدها إياه، بجوز هالشي لمصلحتها. مزبوط؟ الله يسعدها. مين؟ أنا. الظاهر خلصتي مهمتك بسرعة ما هيك؟ لا، شرطة الريف بكل مكان. هالسلاح ما رح يفيدني بشي. معناها المسدس هو أحسن حل. بس تعبتي من الدنيا بدي روح. خير اختي؟ بدي شوف الدكتور. الدكتور مو بالعيادة. طيب وينه؟ راح على بيت الممرضة ديالا. إذا تعبانة
بروح بخبر لك يالا يجي. لا يسلم، برجع بكرة. طيب. الله يتمم على خير يا ابني، ويسعدهم ويهنيهم ببعض إن شاء الله. نرمين، أهلين حبيبتي، تفضل. تعي حبيبتي، عدي هون. أهلين نرمين. وأخيراً هجيتي.